كالمعتاد مشاهدينا وفقرة الصحافة واستعراض لأهم نشطات الصحف والعناوين الصادرة صباح اليوم، واللي بينورنا لتحليل هذه العناوين والأخبار ضيفنا الهام جدا دكتور ياسر ثابت الكاتب والصحفي الكبير. دكتور ياسر اهلا بيك. اهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. صحة والسلامة. ومشرفنا ومنورنا. الله يخليك يا فندم. نبدأ أخبارنا بالتأكيد، خلينا ناخدهم كده خبر خبر من البداية. جريدة الأهرام صفحة 1، إحباط هجوم مسلح على فندق بالغردقة ومقتل وإصابة إرهابيين. أستاذ ياسر خلينا نبدأ زي ما قلنا من جريدة الأهرام وهذا الخبر حول الهجوم المسلح على الغردقة وعلى فندق بالتحديد. كنت لسه بكلم مع حضرتك قبل ما نطلع على الهواء، الواقع حصلت صحيح ولسه حضرتك بتذكر وبتتكلم تقول اكيد دخلوا لهم منافذ والاخره، احنا جايز لحقنا الدنيا، ولكن بعد ايه؟ هي يعني في عده عوامل اساسيه لابد نتكلم عنها لما يحصل الكلام عن الهجوم اللي حصل في الغردقه. واحد، انه بطبيعه الحال اللي بيوجه هذه الهجمه الارهابيه يعني جهات وافراد وجماعات يعني تدرك جيدا انه التحرك السياحي الامن المحدود انتقل الى الغردقه بعد ما انه ما حدث في شرم الشيخ. وبالتالي الجيد في الامر وربما الجيد الوحيد انه الحمد لله استطعنا انه احباط الهجوم قبل ان يستفحل، وربما كان بطبيعه الحال لانه كان احداث الدوي ربما يكون اهم من مجرد من الهجوم على فندق. بالزبط. انه ضرب السياحه في الغردقه طبعا كمان سيكمل على جزء يعني قليل متبقي من حركه السياحه في مصر. الجانب الاخر، احنا لابد من فهم انه تعزيز الاجراءات الامنيه ليس فقط على المنشات السياحيه والفندقيه وانما ايضا على الممرات أيوة. البحريه على سبيل المثال، لانه المصادر والمعلومات الامنيه المتوفره حتى الان تقول الهجوم تم بحرا، التسلل بحرا ثم الهجوم عبر المدخل الرئيسي للفندق. حقيقي انه اجهزه الامن تعاملت مع الموقف بشكل احترافي، بس كمان في درس تاني مهم كمان ان احنا نعرف نتكلم فيه، انه خطوات السباقيه ما وليكن. نعم، يعني في بلاد كثيره ومنها بلاد العربيه حتى وليس الدول الاجنبيه، هناك اجراءات على مناطق عن بعد لضمان عدم تسلل الاشخاص. يعني في الاردن على سبيل المثال، ولا اقول يعني دوله غربيه، يعني الاردن انه الاجراءات من مداخل بعيده وطرق المؤديه الى الفنادق والمنشات السياحيه بتتم اجراءات احترازيه وامنيه لمنع تسلل مثل هؤلاء. بالزبط. انما يمر شخص سواء بحزام ناسف او باسلحه ووصوله واطلاق سواء عيره ناريه او اسلحه حاده مع هؤلاء والاحزمه المتفجرات ناسفه، ده شيء يدعو الى القلق ويدعو الى مزيد من الاحتراز. الدرس الثالث والاخير كمان حول التعامل الامني مع الاعلام في القضيه دي. تاخرنا شويه، ما تاخرناش كتير زي كل مره في الاعلان عما جرى، لكن اعتقد احنا ما زلنا بحاجه الى مزيد من الشفافيه في المعلومات الأمنية حول الحادث حتى لا تكون هناك محاولات للتفسير من جانب وسائل الإعلام وكالات أنباء. قد يساء تفسير ما حدث، قد يساء في ذكر الأرقام سواء ضحايا أو إصابات أو طريقة التعامل مع الموقف. جيد أن احنا بنتبع الشفافية، جيد أن نكون أكثر سرعة لأن احنا محتاجين نكون أكثر سرعة لأن احنا لسنا في عالم وحدنا الآن. بالزبط. قرية كبيرة هي العالم، لابد أن نكون أكثر احترافية وشفافية في التعامل مثل هذه الحوادث حتى لا تظهر بعض البيانات أو المعلومات من مضللة. جهة أو من جهة أخرى مضللة، فخلي الكلام يكون في شفافية من عندنا احنا، حصل كذا وكذا وكذا، حتى لو هناك بعض الأخطاء تمام مفيش مشكلة، بس نتكلم بشكل واضح وبشكل صريح بالتأكيد. طيب خلينا نروح لجريدة أخبار اليوم صفحة 3، وأثيوبيا ترفض زيادة فتحات سد النهضة ومصر تتمسك. سيد ياسر كنت لسه بكلم مع حضرتك حول هذا الخبر، كنت بكلم على ان جسم السد هل هناك فتحات إضافية يمكن استغلالها في هذه الفترة بعد بناء جسم السد، وكنا لسه بنقول ان قد يكون هناك في جريدة الوطن خبر عن قلة المياه المتوفرة لعمليات الزراعة، فمصر بتتمسك بزيادة فتحات لضمان عدم حدوث مشكلات نقص في المياه في السنوات القادمة، وان كان هي مشكلة فنية يعني مختصين لهم دراية بها أكثر، ولكن الخبر بيقول مصر تتمسك وأثيوبيا ترفض. يعني بطبيعة الحال نحن الآن في وضع أستطيع أن أقول أنه دوامة من المفاوضات والتفاصيل والإغراق في التفاصيل، وأعتقد أن الإغراق في التفاصيل
يضر بمصلحة الطرف المصري الأصيل في هذه القضية، لأنه الإغراق في التفاصيل كما ظهر خلال جولات التفاوض السابقة وحتى الآن يدل على أنه أولا كل هذه المفاوضات ليست ذات صفة ملزمة وإنما صفة استشارية، نحن نستغرق وقتا أكثر من اللازم، ولعبة استغراق الوقت في مصلحة الطرف الأثيوبي. وأعتقد أنه حتى الآن لم تصدر أي بادرة حسن نية من الجانب الأثيوبي، سواء حتى رفض فتحات إضافية لتصريف المياه ومنع وقوع فيضان وربما يضر ببعض المناطق الأثيوبية أيضا. لكن احنا مستغرب له استاذ ياسر، يعني النهارده مصر بتتكلم فيما يخص بداية أمان وسلامة جسم السد والأراضي الأثيوبية، ثم بعد ذلك السودان ومصر، ولكن إذا في حالة حدوث لا سمح الله مثلا ثغرات في جسم السد أو فيضان أو انهيار في جسم السد، أيا كان هذا الوضع، ولكن الجانب الأثيوبي لا ينظر نهائيا لوجود أي سلبيات على أراضيه، ولكن ينظر بتمسكه زي ما حضرتك قلت سيقام السد وسنتمسك بالفتحات اللي موجودة والآخر. فالمفروض يكون في نوع من المفروض من المرونة في عمليات التفاوض، ولكن يبدو أن الجانب الأثيوبي برضه متمسك وللأسف الشديد أعتقد أنه في ضعف للصرحاء، يعني هناك ضعف في موقف تفاوضي حتى الآن المصري، لأنه إحنا كل حواراتنا في مجال صفات استشارية وتغيير شركة ومؤسسة للتقييم، والشركة تنسحب والفرنسية تتمسك والهولندية ونحضر على البديل وما إلى ذلك، كلها تفاصيل يعني مغرقة في كل التقنيات التي تستنزف الوقت. وأعتقد أن احنا بصدد مواجهة أمر واقع، وضع يحتاج منا إلى أمرين أساسيين. أنه واحد ألا يتولى الملف من هم قائمون عليه بالفعل في الوقت الحالي، أعتقد أن وزارة الري لها صفات تقنية وفنية يمكن أن تتولى أمورا أخرى للمساعدة، لكن أعتقد احنا محتاجين إلى وفد تفاوضي على أعلى مستوى من جهات أخرى تشارك بقوة وبحزم في هذا الموضوع. دعنا نتركها للقيادة السياسية أنه تحدد الجهات الأمنية والسيادية والتفاوضية اللي هي تخوض هذه المفاوضات، لأنه إحنا وصلنا إلى أنه بنستنزف الوقت، ولا أعتقد أنه لا وزارة الخارجية ولا وزارة الري بقادرة في الوقت الحالي على إدارة الملف على الوجه الصحيح لمصلحة مصر. دكتور ياسر، تقصد نقل الملف من الجهة الفنية الخاصة بوزارة الري إذن إلى الجهة السياسية؟ نعم. والمفروض أن القيادة السياسية هنا بتنظر للمصلحة العامة، فإذا نترك الجانب الفني أو حتى لو تناقشنا فيه الأمور دخلت في الشق السياسي. بكل تأكيد المسألة محتاجة إلى تحرك، وليس تحرك دبلوماسي وإنما تحركات سياسية، التحرك الدبلوماسي غير كافي في هذا الوقت، احنا وصلنا إلى نقطة أصبح فيها فرض الأمر الواقع، رفض لمطالب رئيسية وبسيطة من الجانب المصري، حتى تمسك وتعنت وتأجيل في جولات تفاوض بأي داعي من الدواعي في كل مرة من المرات. وأعتقد أنه حتى الاتفاق الأخير اللي احتفلت به حتى وزارة الري مع الخارجية بأنه احنا توصلنا لتوقيع اتفاق الوزراء على الالتزام بالاتفاق الإطاري اللي تم التوقيع، أعتقد أنه يعني زي ما بيقولوا بالعامية بنحكي في المحكي خلاص المسألة خلصت، إحنا بنتكلم أنه في تم توقيع من جانب قيادات الدول الثلاث، وبالتالي إحنا كل ده إهدار الوقت. هذا ما تقول أثيوبيا أن مصر بالفعل وقعت. في مشكلة تانية بقى لازم نتكلم على ترشيد والرشادة في استخدام المياه داخليا، إحنا ما زلنا حتى الآن وهذا ما يعني أشار إليه الوفد الأثيوبي وأشار إليه الإعلام الأثيوبي حتى أنه في إهدار للمياه فقط. وهذا صحيح في مصر وفي فقد نسبة كبيرة جدا، خبراء يقولون ان الفقد بين 60-70% في المياه اللي احنا بناخدها، بس الرقم عالي جدا. نعم، لان احنا ما زلنا حتى سياسة ري الاراضي خاطئة، ما زلنا حتى الان الغمر سياسة الغمر، واحنا بحت الاصوات وخبراء وفنيين قالوا ان هذا ليس بالطريقة السليمة. دكتور ياسر، ده كلام احنا بنتكلم فيه من قبل ما يظهر موضوع سد النهضة واقامة سدود عند الجانب الاثيوبي، احنا بنتكلم في ترشيد المياه من واحنا صغيرين ونشوف الاعلانات. صح، حافظوا على نقطة الميه، حافظوا على الميه يا جماعه. انا معلش انا اسف مش عايز اخرج بره الموضوع، لكن ساعات اقابل ناس الصبح بدري اللي ماسك خراطيم وعمال يرش في الشارع، اللي بيغسل العربيات بالخراطيم، بنقول يا جماعه الميه، يرد عليك واحد بمنتهى البساطه يقول لك ايه ما الميه كتير. صحيح، يعني حتى الثقافه عند المواطن المصري الوعي يعني احنا في عندنا مشكله عامه تتعلق بالوعي وادراك الخطر الا عندما تقع المصيبه. انا اعتقد ان احنا بحاجه الى انه اعاده النظر في سياسات استخدام المياه وترشيد استخدام المياه في الفتره الحاليه. بالظبط. طيب نروح لجريده الوطن صفحه 1، ومصر تبحث عن 20 عاملا اختفوا في ليبيا، والخارجيه سفيرنا يجري اتصالاته من القاهره.
طيب 20 عامل اختفوا في ظروف غامضة في ليبيا، والخارجية تقول أن سفير مصر يجري اتصالاته من داخل القاهرة. هي في برضه مشكلات معقدة ومتشابكة في قضية المصريين في ليبيا. أولا الدولة والخارجية صرحت، عشان نكون منصفين، صرحت وأصدرت بيانات واضحة في عام 2015، في مطلع 2015، تحذر فيه المصريين من السفر لليبيا ومن البقاء في ليبيا. رغم ذلك وجدنا تدفقا ربما لظروف اقتصادية أو ماشي، ما هي ظروف اقتصادية دكتور، هي ظروف اقتصادية، لكن أنت تخاطر بالبقاء في مكان واحد، ليست هناك قيادة سياسية ولا أمنية واضحة ولا محددة. هناك انقسام وانشقاقات بين قبائل وجهات. يعني أتخيل أن مشكلة الخارجية والجهات التي تحاول البحث عن هؤلاء شديد التعقيد، لدرجة أن هي تتصل بقيادات قبائل وأطراف ميليشيات وجماعات مختلفة لكي تتوصل إلى معرفة مصير أي شخص صح. مفقود أو يتعرض لحادث مصري. أعتقد أن الأمر شديد صعوبة، بيزيد من المشكلة أن الوضع الأمني سيء هناك. ثلاثة، أن المصريين عادة في الخارج عندهم مشكلة حقيقية أنه لا يتعاملوا مع سفاراتهم أو قنصلياتهم أصلا، ولا يسجلوا ولا يتم تسجيل بياناتهم، وبالتالي أنت تبحث عن إبرة في كومة قش، وبعدين انت في مخاطرات شديده. لكن اعتقد انه يعني العمل الدبلوماسي بيتحرك في هذا الاتجاه، لكن في خطا لابد ان نتوقف عنده، عند فكره سفر المصريين الى ليبيا وتحملهم المسؤوليه او بقائهم هناك في ظل هذه الظروف. ولكن عندما يعلن الجانب المصري دكتور ياسر ان هناك خطوره من السفر الى ليبيا ويحذر المواطنين مرارا وتكرارا، انا عارف ان الظروف الاقتصاديه صعبه، ولكن بيصر النهارده المواطن المصري ظروفه صعبه انه يخاطر ويغامر، ودي النتيجه مخاطره فظيعه. طيب سريعا من جريده الشروق صفحه 9، بشهاده التعبئه والاحصاء قرى مصريه تعيش في القرون الوسطى. اعتقد بعيدا عن التعبئه والاحصاء الخبر مش صادم بالنسبه لنا، واعتقد احنا عندنا خلفيه عنه. هو واحد، عشان برضو انا يعني احيي جهاز التعبئه والاحصاء، اصدر بيانات ومعلومات شديد الاهميه والشفافيه والدقه، واحنا فعلا كنا محتاجين، لان احنا عندنا غياب المعلومات في مصر يتسبب في غياب صنع القرار بشكل سليم. المعلومات اللي اصدرتها الهيئه والتعبئه والاحصاء مهمه للغايه لرصد مكامن الخطا والخطر في المرحله الحاليه، واعتقد انه مهم للغايه ان نعرف القرى الاكثر احتياجا، القرى الاكثر فقرا، الظروف والاحتياجات سواء تعليميه، وسائل نقل المياه والصرف وما الى ذلك، حتى نبدا في علاج المشكلات. بدون هذه المعلومات نحن سنكون ايضا مقصرين ومهملين. نحن علينا مسؤولية أن احنا نحدد الأماكن التي أكثر احتياجا والقرى الأكثر عوزا في هذه المرحلة، ونبدأ في خطط واضحة وبالأسماء. هذه الأمور تحركت في الفترة السابقة، ويمكن ربما في 2009 و2010، وكان هناك تحديد 100 قرية الأكثر فقرا وذلك، وتكرر هذا الأمر فيما بعد بعد ثورة 25 يناير. وأعتقد أنه الآن لابد من رسم خارطة للمناطق واحتياجاتها لكي نعالجها، وخاصة هذه المؤسسة أو هذه الجهة من الدولة تعلن بشكل رسمي. يعني الموضوع مش جاي بقى من اجتهاد ولا من جهة خاصة ولا آخر. طيب أخبار اليوم صفحة 10، تفرغ النواب يهدد البرلمان وصراع المناصب يشتعل قبل ساعات من انعقاد الجلسات. بالتأكيد أولى جلسات سوف تبدأ غدا، جلسة افتتاحية أعتقد بحضور رئيس الجمهورية السيد فتحي السيسي. وجريدة أخبار اليوم تؤكد تفرغ النواب يهدد البرلمان. احنا في عندنا مشكلات متعددة بالنسبة لمجلس النواب الحالي. ربما الجلسات الأولى والجلسة الإجرائية وانتخاب رئيس المجلس ووكلاء المجلس واللائحة الإجرائية واللائحة التنفيذية وما إلى ذلك من أمور ستكشف عن ملامح مجلس النواب، عن تركيبة مجلس النواب. هل هناك تفتت شديد يحول دون تحرك العمل النيابي والرقابي والتشريعي اللي هو الأساسي في المجلس باتجاه سليم، ولا احنا بنواجه أزمة؟ النقطة الثانية انه كمان انه النواب احنا كمان لازم يكون عندك خطة واضحة. انت تتحدث عن مصريين يمثلون قراهم ومدنهم وحواضرهم، فكل لابد من تأمين أماكن إقامة، أماكن أساليب تنقل، تأمين التحرك، كل هذه الإجراءات. لابد من كل هذه الخطوات توضع في الحسبان، خطط كثيرة لتوفير إمكانية أن يكون هؤلاء قادرين على أن يشاركوا بفعالية في مجلس النواب.
طيب جريدة المصر اليوم صفحة واحد: العواصف الترابية تغلق الموانئ وتصيب الطرق بالشلل. دايما كل سنة بنقول نفس الكلام، وكأن الشتاء بيأتي فجأة دون علم أي حد من المسؤولين. هو احنا عندنا برضو يعني قضية مهمة، اعتقد انه كان جيد للغاية. احنا في الفترة الاخيرة شاهدنا خطة واضحة، وربما كانت اكثر الخطط وضوحا في الفترة الاخيرة، ان هي التحرك لتحديث وانشاء طرق جديدة. لكن ايضا احنا عندنا في طرق موت، وعندنا طرق وصيانة تعاني، وما زلنا حتى الان نستخدم اساليب بدائية في صرف مياه الامطار. ومن حذر مما جرى في الاسكندرية هو الذي حذر مما جرى في البحيرة وما جرى في سيناء وما الى ذلك. احنا لابد الا ننتظر، ولابد ان نتحرك مبكرا، وليست هناك اي مفاجأة بالنسبة لمواعيد الأمطار والسيول في مصر. طيب خبرنا الأخير من جريدة الشروق صفحة واحد أيضا: فنانون وسياسيون يشاركون في وداع محمد أفندي. ومقصود أعتقد الفنان الراحل العملاق حمدي أحمد. ونحن أيضا نعينا الفنان الراحل أيضا ممدوح عبد العليم. يعني كما انها سنه الحياه، لكن ايضا احنا يعز علينا فقد فنان كبير معروف عنه الالتزام الفني والسياسي، وكان شخص له مواقف وطنيه. رحل بعد ان قدم ادوارا وعلامات على السينما. ليس واحيانا هناك كما اقول انه هناك اشخاص غيابهم يؤكد حضورهم. غياب جميل اللفظ ده. الله يخليك. حمدي احمد من الفنانين الذين يتركون علامات مهمه في السينما. ما زلنا نذكر له محجوب عبدايم وادوار كثيره في القاهره 30، وافلام كثيره واعمال فنيه ومسرحيه وسينمائيه مهمه ومسلسلات شارك فيها وكان له ادوار مهمه. اعتقد انه غياب فنان بهذه القيمه كان يستحق ايضا احتفاء اكبر، لانه كان كثير من الجمهور شاركوا في جنازته، ولكن غاب الفنانين كالعاده عن فنان كبير وتوديع فنان كبير مثل حمدي احمد. واعتقد انه يحق لفنان كبير مثل حمدي احمد ان يكون له قدر من التكريم والتوديع اكبر مما جرى. لا، وانا سعيد حضرتك قلت كمان مش بس بنتكلم على دوره الفني فقط، ولكن الرجل كان له ادوار سياسيه مؤثره في الماضي. صحيح، ودفع هذه الاثمان عن رضا وقناعه ربما في السبعينيات لاختلاف السياسه مع القيادات السياسيه، وانما كان راضيا عن موقفه وراضيا عن سياسات التي يقتنع بها ويلتزم بها، ودفع هذا الموقف عرضيا ولم يثر اي صخب سوى انه ابتعد عن الساحه الفنيه لرفضه المشاركه في الوضع الحالي. قبل ما ننهي الحوار الرائع مع حضرتك، واحنا ليه دايما بنكرم اي شخصيه بارزه او مؤثره في المجتمع المصري ولكن بعد وفاته؟ احنا في عندنا مشكله حقيقيه، ان احنا تسيطر علينا عقليه صفحه الوفيات. عقلية صفحة الوفيات اللي هي المرحوم الراحل. إنما التكريم الحي أعتقد أنه فعلا زي بالضبط أهم من تكريم الميت. الكاتب الصحفي الكبير، بشكر حضرتك دكتور ياسر ثابت على هذا التحليل الهادئ والرائع، وبالتأكيد على وعد بلقاء متجدد نسعد فيه دائما بحضور حضرتك معنا. نشرف يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا بالتأكيد مكملين فقراتنا معاكم، ولكن بعد فاصل قصير.